قصة جديدة من قصص السنة المطهرة، يحكي لنا العدنان أروع القصص، فيها العظات وفيها للقلوب عبر. النهاردة معنا قصة الصبر على موت الولد، الصبر على موت الابن أو الابنة أو فقد الأولاد. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. وفي رواية أخرى قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. هذه الرواية رواية تسلي من مات له ولد، وتصبر من مات لها ولد. مصيبة موت الولد أو فقد الابن أو الابنة مصيبة لا تعدلها مصيبة، لكن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصبر. لو مات لك ولد، تذكر مصاب سيدنا النبي. شوف، سيدنا النبي رزق بأربعة من البنات وثلاثة من الأولاد، يعني 7 ذكور وإناث، يموت له في حياته 6، عنده زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله والقاسم وإبراهيم. شوف بقى، يموت في حياة سيدنا النبي زينب ورقية وأم كلثوم وعبد الله والقاسم وإبراهيم، ولا يتبقى إلا السيدة فاطمة، تموت بعد النبي 6 أشهر. لذلك دايما أقول إيه؟ الأحزان كانت تتجدد في حياة العدنان، في حياة سيدنا النبي أحزان متجددة، كل شوية حد يموت في أولاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالواحد لازم يصبر ولازم يحتسب. هذه الرواية بيرويها لنا سيدنا أنس، وخد بالك في علاقة بين سيدنا أنس وبين أم الولد اللي مات. سيدنا أنس بن مالك ده خادم سيدنا النبي، أم مين؟ أم السيدة أم سليم. جاءت به إلى النبي وعمره 10 سنوات، قالت له: يا سيدنا النبي، الناس بيجيبوا لك هدايا، وكان سيدنا النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأنا جايب لك هدية عايزك تقبلها مني. إيه الهدية؟ قالت له: ولدي أنس. تخيل، جايب ابنها هدية لسيدنا النبي. فقبله النبي، فقعد سيدنا أنس في بيت سيدنا النبي 10 سنوات، يأكل ويشرب ويتعلم ويخدم النبي. شوف بقى سيدنا أنس يقول لك إيه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. كف حضرة النبي هين لين، له كف كنقي العاج، ناعم كخمل الديباج، لامسه من الجحيم ناج. اللي يلمس كف حضرة النبي: وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله. ريحة النبي
صلى الله عليه وسلم أزكى من كل أنواع الطيب. ويقول سيدنا أنس ولقد خدمت رسول الله 10 سنين، ما قاليش مرة أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. في رواية تانية يقول ما قهرني ولا ضربني ولا سبني ولا شتمني، معاملة حسنة من سيدنا رسول الله لخادمه.